رفض القضاء البريطاني طلب السلطات الأمريكية تسليم جوليان أسانج مؤسس موقع ويكي ليكس للولايات المتحدة، وتسعى واشنطن لمحاكمته بتهمة التجسس لنشره مئات الآلاف من الوثائق السرية اعتبارا من عام 2010 تتعلق بالأنشطة العسكرية والدبلوماسية الأمريكية خاصة في العراق وأفغانستان. هاتفيا معنا من لندن الأستاذة عزة زفتاوي الكاتبة الصحفية، بعد تحية لك يا أستاذة عزة. إذا القضاء البريطاني يرفض طلب السلطات الأمريكية تسليم جوليان أسانج مؤسس طبعا موقع ويكي ليكس للولايات المتحدة، إذا ما هي الخطوة القادمة من جانب لندن بعد رفضها تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة؟ مساء الخير. يعني الخطوة التالية أنه سوف يبقى جوليان أسانج في سجن بيل مارش بالعاصمة البريطانية لندن، حيث هو الآن لم يتم الإفراج عنه أو أن يعود إلى مقر إقامته خارج هذا السجن، لأنه هذا القرار الصادر من المحكمة البريطانية قابل للنقد أو الطعن. فأمام السلطات الأمريكية التي تريد أن تتسلم جوليان أسانج من بريطانيا أمامها 14 يوم للطعن في الحكم، ويتوقع أن تقوم بالفعل السلطات الأمريكية بهذه الخطوة، وهذا يعني عدم الإفراج عن أسانج من سجن بيل مارش. طيب يعني ما هي حيثيات الحكم؟ يعني هل ظهر لديك لماذا رفض القضاء البريطاني تسليم أسانج للولايات المتحدة؟ نعم، يعني رغم أنه القاضية البريطانية في المحكمة الجنائية المركزية أولد بيلي في لندن رفضت جميع الحجج التي تقدم بها فريق أسانج القانوني تقريبا، إلا أنها قالت أنها لن تصدر أي قرارا بتسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه هذا يمثل خطر على صحة أسانج بدعوى أنه لديه بعض المشكلات النفسية والعقلية التي قد تدفعه إلى الانتحار قبل أن بين قوسين قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة. فخوفا من هذه النقطة تحديدا رفضت القاضية البريطانية أن تقوم بريطانيا بتسليمه إلى يعني هي لم تقتنع ببراءته، ولكنها في نفس الوقت رفضت تسليمه نظرا لهذه الظروف الصحية والنفسية التي تحدثت عنها. بالضبط. وبالتالي لا تستطيع أن تقدم على هذه الخطوة، لم تقتنع بالحجج القانونية التي تقدم بها فريق القانوني لأسانج، ولكنها حرصا على الناحية العقلية أو السلامة العقلية لأسانج وربما أن يقدم على الانتحار رفضت تسليمه إلى السلطات. والآن يتبقى درجة واحدة للتقاضي هي النقد، وطبعا ستدفع الولايات المتحدة بهذا يعني خلال 14 يوم. إذا تم أيضا في النقد رفض تسليم الطلب فلا يمكن في هذه الحالة أن يذهب أسانج للولايات المتحدة. هذا هو المتوقع، أن تقوم السلطات الأمريكية بالطعن على هذا القرار خلال 14 يوم، ثم تصدر المحكمة بعد ذلك قرارا نهائيا إما بالرفض التسليم أو ربما إعادة النظر في هذه الخطوة. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات السيدة عزة زفتاوي الكاتبة الصحفية، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.